10 دقائق لحسابات مصر واليمن ما بعد العاصفة، عاصفة الحزم. أنا هتكلم وأذكر أنفسنا في 5 مراحل أساسية مرت بها السياسة المصرية تجاه اليمن في العصر الحديث. عناوين: أستطيع أن أقول إن من 1962 كانت مصر لغاية 1967 كانت مرحلة الاشتباك الشامل أو التدخل الشامل من السياسة المصرية في الشأن اليمني. انتهت طبعا في 67 وبدأ يحصل في حاجة اسمها مرحلة الانكفاء على الذات بعامل الهزيمة في يونيو 67، وتلاها محاولة لإقامة علاقات متوازنة بين شطري اليمن آنذاك ما بين الشمال والجنوب مع ميل نسبي إلى الشمال في ذلك الوقت، أو الجمهورية اليمنية أو الجمهورية العربية اليمنية في ذلك الوقت. ثم استمر هذا التوازن إلى حتى 1990 إلى مرحلة الوحدة اليمنية، وهذه المرحلة شهدت ما يمكن أن نسميه أو تشابكت مع سياسة مصرية ممكن نسميها الانكفاء على الذات. هذه المرحلة مرحلة الانكفاء على الذات بعد مرحلة طويلة من المبادرة القومية أدت إلى أن احنا نبتعد تدريجيا عن الشأن اليمني، إلى أن يعني أصبحت مصر بشكل أو بآخر فاقدة للدور أو فاقدة لأسس ممارسة الدور في الشأن اليمني، وترك هذا الأمر لأصحاب آخرين أو بقوة أخرى، وهي تحديدا إجمالا مجلس التعاون الخليجي وثم بعد ذلك المملكة العربية السعودية. هنا قبلت مصر في هذه المرحلة هذا الدور المتميز للخليج، واستمر هذا الوضع وأخذ يعني تجسيد أكثر وأكثر بعد مارس 2011. مارس 2011 أو 15 مارس 2011 هي ما يسمى ببداية ثورة الشباب اليمني. وفي هذه الفترة أيضا مصر كانت لديها ما يربكها في الداخل وما يمنحها على أن تمارس دورا حقيقيا في المحيط الإقليمي. ومن بين هذا الشيء المحيط الإقليمي الشأن اليمني. استمر هذا الموضوع وتمثل في أمرين أساسيين: أن مصر باركت المبادرة الخليجية ولم تحاول بشكل أو بآخر أن يكون لها تأثير على المبادرة الخليجية، وقبلت كل ما خرج عن هذه المبادرة الخليجية إلى أن تم العصف بها في 21 سبتمبر الماضي حينما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء، وحدث ما حدث في المرحلة الماضية إلى أن جاءت عاصفة الحزم. عاصفة الحزم هنا لها أكثر من بعض. البعض الأولاني مرتبط ب ما بين قوسين التراوح المصري ما بين الانكفاء على الذات في الشأن اليمني أو الاحتكاك أو المبادرة أو الاشتباك حسب التعبير اللي استخدمه دكتور مصطفى الفيل. مصر وجدت نفسها مضطرة إلى أن تشتبك مع الشأن اليمني من خلال عاصفة الحزم. هو السؤال هنا إلى أي مدى يمكن أن يكون لمصر تأثير في مسار عاصفة الحزم؟ بمعنى آخر، هل كل ما يقال في داخل العلاقات المصرية السعودية يصب في أن مصر تبقى تابعة بالمعنى البلدي كده بالمعنى الصريح، أم أن هناك فرصة لأن تعيد تقييم مسار عاصفة الحزم بشكل أو بآخر بما يتناسب مع مصالحك المصرية؟ حينما أعلنت عاصفة الحزم كما تعلمون قبل القمة العربية بحوالي يومين، يوم 24 مارس الماضي، وقبل القمة العربية يوم 26 أعلنت كتحالف عربي إقليمي، وكانت العين بتركز على مشاركتين أساسيتين: المشاركة الباكستانية والمشاركة التركية. وكلنا تابعنا ما قيل في ذلك الوقت حول أن دي بداية بشكل أو بآخر إنه عزوف المملكة العربية السعودية عن
العلاقة الخاصة التي تبلغت في آخر عامين مع الملك عبد الله رحمة الله عليه. ثم جاءت الأمور عكس ما قيل. باكستان تخلت بصراحة شديدة عن أن تكون عضو فاعل في عاصفة الحزب، والأتراك نفس الشيء. وبالتالي حدث في عاصفة الحزم ما أعاد مرة أخرى ما يمكن أن نسميه بالقيمة والوزن المتميز في العلاقة المصرية السعودية. طيب لماذا ذهبت مصر وفجأة وجدت أنه لا يوجد ما يبرر بشكل أو بآخر عدم استجابة للمشاركة في هذا التحالف؟ هناك يعني نذكر أنفسنا بخمس أو ست عناوين كبيرة للمصالح المصرية فيما يتعلق باليمن. أول شيء ما يتعلق بباب المندب وما يتعلق بقناة السويس. اثنين، لا يمكن مصر بشكل أو بآخر تقدر وطالع أن هناك دولة قد تتحول إلى أن تكون مرة أخرى مقرر لنفوذ قوى إقليمية بشكل أو بآخر منافسة. وهو هنا إن إحنا هل نقبل إنه يعاد نموذج لبنان وحزب الله في اليمن؟ بل الآن كم ذلك الحوثيون أنفسهم لا يودون النموذج اللبناني إن هم قوة مؤثرة والباقون موجودون كما هو موجود في لبنان، لأن أرادوا العصف بكل القوة السياسية والسيطرة الكاملة أو الهيمنة الكاملة على كل شأن اليمن، وحصل من 21 سبتمبر الماضي. طبعا عندنا مشكلة ثالثة أن إحنا بشكل أو بآخر ملتزمون سياسيا ومعنويا بالوقوف مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديدات. المملكة العربية السعودية حينما تحركت كان في ذهنها أن ما يجري في اليمن هو بيهدد أمنها المباشر، وفي جزء من ذلك صحيح 100% من وجهة نظري 100% هذا صحيح، وكان هناك تهديد كبير في أمن المملكة العربية السعودية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. عندنا أيضا أنه مصر من مصلحتها على المستوى المتوسط والمستوى البعيد أن تستمر هناك دولة اسمها اليمن التي قامت في 1990 21 مارس 1990 اللي هو دولة الوحدة بحدودها الرحم. لأنه إحنا عندنا مشكلة وكلنا بنتكلم فيها صباح مساء، فكرة تقسيم المنطقة العربية. تقسيم المنطقة العربية الآن هو جزء حقيقي بنراه في كل لحظة، وما يحدث في سوريا باين، وما يحدث في العراق باين. وبالتالي يعني لسنا بحاجة لأن نضيف أيضاً اليمن إلى هذه المسيرة التقسيمية التي يتولاها أو تتولاها قوى إقليمية وقوى دولية أخرى تريد العبث في هذه المنطقة. وبالتالي في مصالح كبيرة بغض النظر هل عاصفة الحزم هو قرار سعودي تم استشارة مصر فيه ولا لم تستشر فيه. لغاية يوم 24 حينما أعلنت عاصفة الحزم ما كانش عندنا أي بيانات تقول واي معلومات تقول ان حصل في استشاره او ان حصل في تبادل راي في هذا الموضوع. وفي القمه انا كنت مشارك في القمه يعني متابعتها من الناحيه الصحفيه، القمه العربيه في شرم الشيخ، وتقابلنا كده مع بعض المسؤولين سواء اليمنيين سواء السعوديين سواء المصريين، والجميع كان يتحدث عن فكره المفاجاه السعوديه. طبعا لو طلب مننا نتكلم بالمنطق السعودي هتكلم بطريقه يعني توضح مثل هذه الامور، لكن الوقت انتهى وانا لسه ما قلتش حاجه، ولكن يمكن تسالوني بعد كده اهوت، فانا سبتكم وعايزين تسالوني. شكرا.